وصلنا سوا لفقرة شو عم تعمل. ضيفتنا أقل ما يقال عنها أنها قدوة بعالم التمثيل، نجمة بالعالم العربي. هي مش ممثلة عادية، ولكن هي عن جد غير اعتيادية. أبدعت وقدمت أهم المسرحيات والأعمال الدرامية. لا شك أن إضافة لكل عمل، يعني كل منتج بيذكر أنه معه كارمن لبوس، دغري العمل صار على الهواء. يعني قد ما احكي عنها، اسمها بيعرف عنها اكثر واكثر، وهي فخر للدراما اللبنانيه وسيده الدراما اللبنانيه. كارمن لبوس، مساء الخير من برنامج نكست. مساء الخير، خجلتني بهالمقدمه كثير. يعني اقل ما يقال عنك عن كارمن جد لبوس. لا ما هالقد، عن جد كثير. لما تقدمي كل هيدي الادوار واكثر، يمكن بيتعلموا واكيد بيتعلموا من تمثيلك انت كارمن لبوس، وفخر الدراما اللبنانيه فعلا. كارمن، يعني واخيرا زبطت معنا وصرتي معنا على الهواء عبر سكايب. واخيرا فعلا مع العلم، صحيح مع العلم انه كان في بعض المطارح عم تقولي لنا في لوك ما بدك ابدا تحرقيه لو شو ما صار، لانه حتى شغلي على اللوك لدور مبشعك بشكل كبير. خبريني شوي عن الدور واحرقي لنا اياه. احرق لك اياه. هو لا لا مش لازم احرقه، ما لي حق يعني. هلا مش كثير مبشعني، بس انه طالعه تقريبا بلا ميك اب، شعراتي يعني حدا مش انسانه مش مهتمه بحالها، مش مثل فريال طبعا، لا حدا اكثر بعد. هي الدور تقريبا عكس فريال اذا بدك. هاي الطيبة الحنية هولي كلهم ماشي عاملة بلوك على حالها، امرأة كتير قاسية ومنا يعني منا حنونة. يعني عم تحكي عن المسلسل اللي فيه الممثلة 20 طبعا نادين نجيم. نادين نجيم وحبيب قلبي قصيخة. بتكوني قاسية معها لنادين، ولا بتكوني يعني مبين انه قاسية حتكوني معها، او الدور هيك وهيك؟ لا. هيك وهيك، بس تحضروا بتعرفوا. بعد ما التقيتوا قالوا لي على السات يمكن؟ لا التقينا كثير. التقيتوا كثير يعني؟ ما رح تخبرينا شوي عن القصه؟ لا بفضل انا يعني تطلع المعلومات مش من عندي. كارمن بعدك لليوم عم تقطفي النجاح مسلسل بالقلب، خبرينا فريال ليش سبب هالنجاح الكبير اللي حققتيه اليوم؟ اول شيء شو ميزك هذا الدور؟ النص اهم شيء باي دور بده ينكتب هو النص، يعني اذا انكتب نص بمساحه حلوه ومكتوب بعمق لاي شخصيه لازم الممثل ينبسط فيه ويقدر يأديه. سلاسه النص مع طارق سويد، نصه بفوت على القلب. الانتاج، الاخراج، فكل هول عناصر بتساعد انك انت تقدري تعطي اللي عندك اياه جوا. وانا يعني حكيتها وبرجع بقولها، انا نضلت لحتى اخذ دور فريال. حلو. انا ما كان الدور لإلي، قلت لهم انا بدي العب فريال وبقدر العبه، مش بس بقدر العب المره القويه المتسلطه القاسيه، بقدر العب مره. لمين كان الدور كارمن لبوس؟ ولا ما فيك تحكي يمكن؟ لا ولا ما بعرف، عن جد ما بعرف. لا هو ما كان في لحدا، يعني كان بعد ما انحكى مع حدا، بس انا كنت بعيد كثير عن الدور وكانوا عم بفتشوا على حدا اصغر مني بالعمر. يعني مع انه بنعرف كثير منيح انه كارمن لبوس ما بتقبل ابدا بحيالها دور، يعني بتتعب المنتجين بتتعب الكتاب، بس مهم انك انت تكوني مبسوطه بدورك قبل ما تقديه. بدنا نحكي عن الثنائيه انت وسمارة نهرة، كان حديث الناس طبعا. هل في مضبوط انا وسمارة في شيء مش مقبول؟ يعني سمارة حبيبه قلبي، يعني جربي كثير ضلي مركزه على الشخصيه لما اضحك، لانه في تطلع نهفات معها ما في الواحد هيك يمرقها يعني. واكثر مشهد بعتقد انا ما قدرت يعني عدناه شيء ست سبع مرات هو المشهد اللي ببقى نايمه انا وبنام بدير ظهري بترجع بتطلع لي هي من فوق التخت من هون. هل فعلا في حديث عن ستكم؟ انه خلص بدي اضحك ما عم بقدر، يعني مش عم بقدر ضايم. في حديث عن ستكم، هل هيدا الشيء مزبوط سوا؟ بتمنى بتمنى ان شاء الله ان شاء الله. يعني في بوادر لهيدا الشيء معلومات. اي طبعا طبعا طبعا، بس ما على كارمن لبوس لازم نعمل سيرشنج كبير. على كل حال بيفرق الاجر تبع كارمن لبوس، سوري عم نحكي بموضوع المصاري شوي صغيره، بس بيفرق اجرك بين لبنان والعالم العربي؟ هل بتراعي الظروف في لبنان كارمن لبوس مثلك مثل كل الممثلين، ولا لا ما بتقبلي اذا تخطى اذا يعني صار تحت الاجر تبعك الخاص فيك؟ لا اكيد بلبنان في سعر معين، لانه كلنا بنعرف انه المحطات يعني اول شيء الاعلانات ما في كم اعلانات عم تكون موجوده على المحطات، وخاصه بالوضع الاقتصادي
مش هناك الانتاج خف بلبنان، وخاصة انه المسلسلات اللبنانية عم تطلع بس بلبنان، على امل انه ترجع المسلسلات اللبنانية مثل زمان تنافس بالدول العربية، تكون في عرض اول لمسلسل لبناني تنافس الدراما السورية، الدراما شو ناقصها بعد الدراما اللبنانية كارمن؟ ناقصنا دفشة من او ثقة اذا بدك من التلفزيونات العربية، القنوات العربية اكيد، ودفشة من مثلا وزارة وزير الثقافة انه يحكي لهم لا ضروري، يعني ضروري انه تمرقوا هذا المسلسل جيد كذا، يعني ليصير عندهم هاي القناعة. ان شاء الله تكون قربنا. خبرينا عن دورك اكثر مع المخرج والمنتج إلي معلوف، يعني اللي معروف بمسلسلاته اللي دائما بتكون بالمرتبة الاولى، هل دورك اقوى من دورك من 2020 ولا بيساووا بعضهم وما لهم علاقة ببعض؟ غير شيء يعني غير كاركتير. لقوني برصيف الغرباء انا سيدة اعمال، وصحيح مرة يعني امرأة قوية سيدة مجتمع حقانية ما بتاكل حق حدا، بس منا ضعيفة، هي ماسكة الشغل عم بتربي بنتها وبتصير الأحداث حواليها. كارمن شو رأيك؟ يعني غير شيء، يعني غير منحة، غير قصة، غير تركيبة. شو رأيك بصورته؟ دايما تنتقد صورة إلي معلوف، شو رأيك فيها؟ هلأ كل دايما كل عمل يعني مثل بالقلب انتقدوا، كمان بعض الأشخاص صار في نقد على بالقلب، في ناس بينتقدوا دايماً، يعني النقد ضروري يكون موجود لأنه النقد لازم يكون بناء أصلاً، ضروري يكون بناء، ما يكون في نقد مسيء إذا بدك. هلأ الصورة عند إلي معلوف إذا بدك هو أكثر بروح للكلاسيك، يعني لأنه بالنسبة له، وهيدي وجهة نظر أنا كثير بحترمها وبأيدها، أنه ضروري التلفزيون إذا أنت عندك مسلسل تلفزيوني ناس تكون قاعدة ملتهية بشي تاني، يكون عندك بتعرفي انت وين موجودين، وتفوتي على الكلوزيت تقدري توصلي الصورة وتوصلي المسلسل بحقيقية وببساطة بدون فزلكة إخراج، مش سينما عم بيشتغل. صحيح هاي وجهة نظره، وهي وجهة مثل ما بين انه عنده نسبة مشاهدين كثير عالية والريتنج مش كثير عالي. تحية كثير كبيرة للمخرج والمنتج إلي معلوف. كلنا ما بننسى كل أعمالك، ولكن كمان عمل ابنة المعلم كمان له طابع خاص عند كل اللبنانيين، وأول تعاون بينك وبين مروان حداد. اليوم وين مروان حداد بالأعمال مع كارمن لبوس؟ بتمنى نرجع. هلا عملنا مسلسل إذا بدك موت أميرة، صحيح، بتمنى يرجع هيك يكون في عمل مثل ابنة المعلم، يعني أنا حلمي نرجع نعمل عمل مثل ابنة المعلم، يكون في مساحة. بس ما كنت راضية يعني عن موت أميرة؟ لا مش ما كتير راضية، يعني عم بحكي أنا كنوعية كالنص إذا بدك القصة، عم بحكي عن القصة تحديدا، يعني ابنة المعلم بعد ما إجا لهلأ نص مثل ابنة المعلم، لأنه يعني إذا بدك نص تاني هو بالقلب أنا بالنسبة لإلي، لأنه الدراما ضروري يكون من خلال الدراما نحنا نقدر نوجه رسائل. بابنة المعلم ما في لك نسبة الأولاد اللي حبوا المدرسة واللي صاروا يفكروا بالعلم قديش مهم، وهي رسالة كتير مهمة كانت قدرت وصلت. حلو لما يكون في مسلسل فيه من وراء رسالة، أكيد قديش مهم أنه الإنسان بس يحب ما يكون أناني بحبه. في كتير مساجات ضروري توصل من خلال الدراما، لأنه نحن من خلال الدراما نقدر نغير مجتمع بكامل، ودراما السينما من خلال الفن نحن بنقدر نطور مجتمع، وهذا الشيء اللي عم بيكون قليل بمجتمعاتنا. مشان هيك الدور المرأة فوق الخمسين، برجع بعيدة وعم ضل بكرر، عم بيكون دور كتير محدود، فأنتوا عم بتحدوا من قدرات المرأة، عم بتقللوا من قيمة المرأة، لازم نعطالها مساحة أكبر، لأنه بالخمسين الحب أصلاً ما بيوقف، مثل ما شفنا بالقلب الناس كتير تعلقت بفريال، حبوا فريال وحبوا قصة الحب تبع فريال، ما كان يعني ما في عيب، مش ضروري يكون في عيب بس الوحدة تصير فوق الخمسين. انه هي شو لازم تقعد تنطر الموت ولا لازم تقعد تعمل 100%. كارمن تنحكي شوي عن المسلسلات اللي انعرضوا برمضان، كيف شفتي اولاد ادم بين دانييلا رحمي وايضا ماجي بغصن؟ للاسف ما قدرت تبعت لانه كان بالقلب عم بينحط بوجه محطوط، كان بوجه اولاد ادم، وانا كنت زعلانه لانه ما كنت حابه يكون في انه تقدر العالم نحضر، يعني قد ما فينا نحضر دراما لبنانيه وعربيه لنقدر هيك
ننوع ونقدر نقوي اذا بدك الدراما. ما قدرت كثير حضرت بعض المشاهد لانه للاسف انا كنت اثناء ما بينعرض بالقلب. بس اكيد سمعت شوي انه شوي فينا نقول الفيدباك تبع المسلسل حلو كثير. الفيدباك كان كثير رائع. دانييلا ماجي ابو غصن طبعا عملت دور كثير حلو. دانييلا ندى ابو فرحات كارول عبود لا كان بس يعني شو الخلاف بينك وبين ايجل فيلمز كارمن لبوس؟ يعني في معلومه عنا بتقول انك مستبعده عن العمل مع شركه ايجل فيلمز، هل هذا الشيء صحيح؟ مين قال؟ انا؟ معلومه وصلنا. هو مين هو؟ لا كثار بيقولوا يعني ما في حدا عم بيحاربك بايجل حبيبه قلبي. لا قالوا ما له علمي في مشكله، يعني ما في شيء انا وياهم، لا بالعكس بحبهم كثير وبحترمهم كثير، بس انا عم بحكي اني ما قدرت احضر لانه انا كنت بالتصوير. يعني انتم بتعرفوا انه انا هيدا النهار الوحيد اللي كان عندي اوف وزبطت، ما بعرف كيف زبطت انه رجعنا طلعنا نحن وياكم على الهوا. يعني مش معقول بدي ارجع احضر اولاد ادم ضروري. مش معقول ما تكوني معنا وما نسالك عن طبعا عن زياد الرحباني، خبرينا بتابعك الكبير والمبدع اكيد بتابعك بينتقد بيقول لك شيء عن المسلسلات؟ هلا حاليا مش كثير عم بتواصل انا وياه، يعني ما انه عادي ما في تواصل. لا ما كثير اصلا، هو ما كثير بيهدر تلفزيون يعني مسلسلات وهيك. التقيت بالرحل حسن حسني وكان في تعاون بيناتكم، خبريني اكثر عن هيدا. اكيد الله يرحمه يكون نفسه بالسماء، انسان تكون نفسه بالسماء طبعا، انسان اكثر من رائع. هو شخص اذا بتتعرف عليه الله يرحمه، شخص هالقد حنون، هالقد صادق، هالقد انساني، هالقد كبير، يعني ما فيك غير ما تحترمه، ما فيك غير متواضع بشكل الله يرحمه. كارمن بدنا نحكي شوي عن الاجواء اللي عم نمر فيها بلبنان. ببدايه باول ثوره كبر قلبك مثل ما قلتي ونزلتي رجعتي غيرتي رايك، اليوم كيف بتشوف الوضع؟ كيف بتوصف الوضع؟ هل هي ثوره اليوم او من لا؟ سيء الى أسوأ الى أسوأ الى أسوأ الى للاسف الى أسوأ الى أسوأ والاتي اعظم. يعني انا كبر قلبي بلحظه حسيت انه في شيء بلبنان، انه رجعنا توحدنا، بس اللي عم نشوفه ومن عبر الاو تي في بدي احكي انه انا بالنسبه لي عندي ياس تام صرت من هذا البلد. طول ما نحن لاحقين زعيم مين ما كان يكون، لاحقين حزب وبعدنا شو ما بيقول هذا الحزب مقدس اللي بيقوله، انا بالنسبه لي البلد لبنان ما بيزبط. ما فيك تعطي رايك باي حدا، بتلاقي دغري القطيع تبعه بيقوموا عليكم باي لاي حدا اي 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 جهه، وبياخذوها طائفيه كارمن لبوس، غير طائفيه. حتى اذا عم بحكي انا من نفس الدين، يعني نحن بعدنا بحزب مسيحي، اذا انا انتقدت نحسب انتقدت جبران بيصير مثلا بيقوموا علي، بصير انا ما بسوى دغري، انا بصير مع البهايم، بصير مع القطع، يعني بصير في كلام مسيء انه انا لي حق انتقد. يعني بالاخير هذا شيء مش منزل، حزب مش منزل، رايه مش منزل. رأيي إذا بدك السيد سماحة السيد حسن نصر الله كمان رأيه مش منزل، أنا إلي حق انتقده كإنسان لأنه نحن بشر، وهو عنده رأي أنا عندي رأي. وليد جنبلاط أكيد بيك، جنبلاط بيك مع حفظ الألقاب طبعا، مين بعد في سمير جعجع اليوم كتار من اللبنانية كارمن لبوس عم بيقولوا انه اول ما يفتح المطار والكل عباله يهاجر من الشباب وكتار، انت مع هيدي الفكرة ولا شو بتقولي لهم؟ خلص يقست، يعني يقسنا لانه يا اما ما هي المشكلة انه انت اذا بدك تصلح بلد بدك تشوف اخطائك لتقدر اي انسان انسى شو ما كان، انت كانسان اذا انت ما بتقبل النقد لانت تصلح من نفسك لتقدر تتطور، يعني انت رح تضلك محلك. ومجرد ما حدا عم يعني يتقبل نقد اي انسان معناتها نحن مش رح نتطور. وطول ما في طائفيه مثل ما صار من يومين، فجاه من يومين قبروا بعضهم، المبارح كانت الشعار انه نحن اسلام ومسيحيه بنحب بعضنا، لك شو هالكذبه هاي؟ اذا كنا مزبوط بنحب بعضنا لشو عم بتقولوها؟ لشو عم بتقولوها؟ اذا نحن اخوه لشو بتضلنا نقول نحن اخوه؟ ليش بنضلنا نقول اصلا مسلم مسيحي؟ ليش بنضلنا نسال انت من وين؟ يعني الطائفيه يعني اللبناني ما بيطلع من الطائفيه؟ لا ما بيطلع خلص صارت يعني انت كمان اليوم اول ما يفتح المطار رح بتفلي؟
رح اعمل جهدي اني فل. ايه صعبه بعمري الشباب يمكن اسهل، بس انا كمان بس انت قدوه لكثير من اليوم الشباب والصبايا اللي عم بيحضروك، يعني كانك عم تدعي انه خلص اتركوا هالبلد، ما في امل، خلص نهايتها. ما في امل بالبلد. ايه ما في امل، قديش الواحد عنده صبر يضلوا قاعد، قديش عندهم صبر يقدروا يغيروا. انا بالنسبه لي التغيير بيصير بالانتخابات المبكره، بس يصير في انتخابات مبكره ومنشوف هيدا الناس فعلا بدهم يغيروا. مش رح يتغير الطاقم السياسي كله اكيد، بسبب لانه في كثير ناس بعدهم متابعين موالين لاحزابهم. اذا قدرنا يعني قدر خرقنا 20 30% من الاحزاب السياسيه، نكون من الحراك الشعبي الموجود ناس فعلا مستقله، قدرنا خرقنا نحن البرلمان وفتنا، نحن بكون عملنا انجاز كثير كبير. يعني نحن على المسار الصحيح لا يعني مشان هيك البلد. اذا فينا نقول كان في مثل نوع من يعني عم تنفصمي على نفسك او تخبط ذاتي بينك وبين نفسك، كنت عم تفكري تتركي الدومين بمطرح معين؟ الدومين لا مش رح اتركه، رح جرب افتح بمحل، يعني رح جرب اذا قدرت اني اعمل اشتغل بمحل ثاني. ايه بس انا بالنسبه انا يعني انا لا ارجع، ما بدي حدا يفهمني غلط، انا التغيير بيصير من يعني بس يقولوا، يعني انا مجرد ما اسمع كلهم يعني كلهم في شيء غلط، كلهم يعني كلهم، يعني اذا راح رئيس الجمهوريه، اذا راحت الحكومه، اذا راحت مجلس النواب، يعني نحن وضعنا مين بده يستلمنا؟ انه لا نحن بنرجع بنوقف على اجرينا، شو هالحكي يا عمي؟ ما في خط صح عم بيصير، ما في راي مزبوط، يعني العالم عم كلهم يعني في ضياع مش طبيعي، ما في. برايك لازم يكون في قائد لهيدي الثوره اللي سميت بثوره؟ نعم. مفروض انه يكون في قائد لهيدي الثوره، حدا يوجههم للناس اكثر، يعطيهم شو لازم، اي خط لازم يمشوا عليه. مش ضروري قائد، ضروري يكون في يعني ضروري يكون في تحضير، يعني تحضير صحيح. لتقدر تعمل خطوه جيده لتقدر تعمل وطن جيد، بس طول ما في فوضى ما راح يصير شيء. يعني مشان هيك قلت لك انا اذا شيء ممكن يعني من البرلمان نفسه، اذا تغيرت المعادله تغيروا الاشخاص ممكن نبلش نحسن ببلد، بس طول ما هالجهات الاحزاب عم بتقوم ببعضها وكلها مصالح ومرق لي تمرق لك وهيدا بسكر على هيدا، بما انه هلا صار في حزب واحد موجود بالحكم قاموا هوليك ضده، صار هلا كل السيئات موجوده فيه، بس كانوا موجودين سوا كان في قصص عم تمرق وما كان في كل السيئات موجوده، شو تغير هلا؟ الحكومه انه حسان دياب راح اجى كان الله يرحمه كان رفيق الحريري، كان سعد الحريري انه انا ما كثير بفهم بالسياسه، بس انا حسب اللي بشوفه انه انا بالنسبه لي ما بيتغير شيء، نحن بلد كثير صغير، مين ما بده يجي رح يكون بيعرف فلان وبيعرف علتين وتابع لهيك وتابع لهيك وعنده اراء سياسيه، طبعا ما رح يجوا المستقلين من المريخ يعني. صحيح. كارمن نرجع على الفن، في سؤال من السوشيال ميديا بيقول اي دور بطوله نسائيه وبحاله معينه بتقولي يا ريت بتنكتب لي وعبالي قدي؟ هذا سؤال من السوشيال ميديا. اي بطوله انعمل شيء انعمل؟ لا انت حبيبتي. وبعد ما عملتي؟ انا ما في دور لهلا اذا ما حبيته بكون ما عملته. هلا صحيح عملت تنازلات لبعض الادوار طبعا، يعني بالاخير انا بعيش من هاي المهنه. بس اي دور جديد انا علي مش عملته بتمنى اعمله، يعني ما في دور معين، لانه اذا يعني حطيت ما في فكره معينه لدور مثلا. لا اذا عندي اذا حطيت هدف لدور معين ما وصلت له معناتها كل شيء عم بلعبه مش راح انبسط فيه يعني. طيب رح نطرح عليك بعض الجمل كارمن لبوس، وبدنا نطلب منك تكفي الجمله على طريقتك. عبالي اتصبح بالنجم، النجم يعني الدب الأكبر اللي موجود فوق. لا نجم اطلع بيها ذكية. لا عن جد النجم يعني نجم تمثيل، بالتمثيل يمكن أو الغناء. طبعا إذا هي أكبر من أنها تكون نجمة، هي ست فيروز يعني. واو حلو. بنصح الممثلة تقلى شمعون إنه ما في أنصح تقلى شمعون، يعني ليه شو يعني مين أنا اللي بدي أنصح تقلى شمعون؟ انه زميلتك. انا بنصح كل زملائي وانت اكيد بتنصحيهم. ماشي بنصحها انه تنتبه على حالها، تنتبه على حالها، على صحتها بكورونا كذا. لكل يلي زقف للابطال اي الطاقم الطبي بقول له
عادي بقول له ايه زقفه عادي، انا ما كان عندي مشكل يعني قاموا علي، بس انا بالنسبه لي كان انه يا ريت فينا نعمل شيء نقدر نوقف ما نقلد الغرب، انا كانت هاي كل النقطه تبعيتي وقتها جدا. نعمل يمكن فكره جديده. بتمنى انها تشتغل على حالة اكثر للممثله. ما عندي اسم ابدا، فتوا فوتوني فوتوني بمحل بالسياسه بالوضع الاجتماعي بالوضع الاقتصادي. خلص شو بيقولوا ضاعت مني كل شيء. بس اليوم ما في ممثله بتقول لك كارمن لبوس لا لازم تتمرني اكثر او لازم تشتغلي على حالك، يعني اللي بقى لك الادوار بس لازم تحسني حالك اكثر وتحسني. ليك كل واحد يعني انت ما فيك تعرف ظروف الثاني، مرات المخرج بيكون او النص او الشيء ما لا ما انا يعني انا ما بعتبر. طيب اذا ربحت اللوتو كارمن لبوس يعني وبدك تقسمي نعم اذا ربحت اللوتو بدك تقسمي الجائزه بينك وبين منتج، اي منتج بتختاري؟ ليش منتج؟ لي انتج لك عمل. بنت بانجو لنفسي انا. بطلب من رئيس الحكومه حسان دياب يعني هو الله يعينه اجى بمحل مستلم شيء خربان يعني مش عارف منين بده يصلح ومربط المعتر. بنصحه هيك ما بعرف يعمل شيء يعني يا اما يطلع يفضح قصص يا يعمل شيء لا فعلا انه نحس هذا الانسان ترك بصمه اذا قبل ما يفل يعني مسؤول. بسلم قوة كارمن لبوس وفخامة اسمها للممثلة من بعد عمر طويل. لا ما 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 تسلم، ليش عم تسالوني هيك اسئله؟ لانه لازم يعني المفروض انك انت بتشوفي حدا انه بتلاقيه انه بيشبه كارمن بادائها وبقوتها، عنده هالامكانيات، عنده هالامكانيات الكبيره. في كثير عندهم امكانيات كبيره مثل، بس اكيد في حدا بيلفت لك نظرك. ليك هلا ما خلص انا تشوشت، انا ضعت معك خبر، انا خلص صرت لشو حكيتوا كنتوا تركوا القصص السياسية على جنب لآخر شيء. هلا عرقت انا، عرفت انه قعدت حكيت بشيء كثير بيوجعني. اكيد بفهم يعني فتت رجعت بالتونيل اللي انا ما تركت لبنان يعني. حطيت مره بوست حكوني على الوطنيه انه ما حدا وطني اكثر مني، ما حدا يجي يحكيني على الوطنيه اكثر مني. الوحيدة اللي ما تركت لبنان بعزه اصلا ولا كبرت ما كان في عزه يعني. هيداك عزه انسان يعني ما كان في عز ولا شيء، كبرت على الحرب اللبنانية وبعدنا الحرب حاستها بعدها موجودة. بعد في سؤال اجتماعي هيك صغير ست كارمن لبوس مع لكل مين بحارب المساكنة بقول له؟ لكل مين بحارب المساكنة شو بتقولي له؟ بعتبر انه مش رح اقول جهل بس انه بعده ماشي على هيك دقه قديمه اذا بدك، او لانه يعني هلا انا مع المساكنه ومش مع المساكنه، بالاخير هي حريه راي. يصطفلوا اللي عنده، اللي بحب يعمل مساكنه يعمل مساكنه، حابب يجيب اولاد يتجوز، بس اهم شيء ما يكون ضد المساكنه مع الزواج بدون ما يتعرفوا على بعض واخر شيء يصير طلاق ويتعتروا الاولاد وعرفت. هي حرية رأي أنا بالنسبة لي. سيدة الدراما اللبنانية كارمن لبوس شكرا كثير 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 لك على هالمقابلة، على أمل أكيد من بعد كورونا وكل هول التفاصيل نشوفك معنا باستوديو ونبارك لك على كل الأعمال كمان. أكيد أكيد شكرا كثير لك. ميرسي لكم.